قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المرجح جدا أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو السعودية. وقال جونسون وهو في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بريطانيا ستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك. وكان مسؤول في الحكومة البريطانية قد قال في وقت سابق أن إعلان الحوثيين بأنهم المسؤولون عن الهجوم غير معقولة، حيث أن نطاق الهجوم وتطوره لا يتفقان مع قدراتهم.